السلام عليكم. شو بيديزات كالعادة معكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا ديزابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بيديزات، قناة اللي نكشفوا بها أمور، قناة اللي نكشفوا بها هذا المحللين، هذا الصحافة، هذا كما يقول خويا عماد الأوباش، هذو السراق، هذو لازم نكشفوهم كيفاش يضربوا الشيتا، كيفاش يديروا، كيفاش يوصلوا المناصب، هذو لازم نكشفوهم. احنا القناة تاعنا تاع الشعب، قناة اللي نكشفوا ونشوفوا أمور نكشفوهم. قبل ما نبداو نترحموا على شهدائنا، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وبرحمة الوالدين، برحمة الوالدين اللي ما يبغيش الكلمة ما يكومونتيليش، يقول لي ما تبقاش تقول باللي راك تكثرت فيها تاع، أنا كما يقول لك واجب عليا لكل فيديو نجبدهم شهدائنا، كل فيديو نترحم عليهم. شفت ناس كان لي كومونتي يقول لي راك بزاف، راك كل بدات تجبد عليهم، حقنا ماشي نجبدوا عليهم، حقنا نبغوا نرقدوا نهضروا عليهم، ناكلوا نهضروا عليهم، خاطش عليه هذه الحريه هما اللي داروها لنا، داروها لنا بالارواح تاوعهم، بالارواح تاوعهم، ماشي دارها لك شراها بالدراهم، ما شراهاش بالدراهم، داروها بالارواح، بالدماء تاوعهم، بالعائلات اللي ماتت، كاين لي عائلات كومبلي ماتت. اما انا برحمه الوالدين اللي ما يبغيش يسمع هذه يفوتها ويسمع هذه، الله غالب. حنايا خليها تصدي اتحادية زاتشي وفانيك، جي الشعب معاك يا جماعة بالماضي، ومع نزيدوا واحد فانيك مبولحي طايتر وبن طالب اللي غادي يسرع عليهم الهول، غادي يديروا عليهم ضغوطات بزاف. يا ربي اللي راه داري هذا القناة تاع حديقة الحيوانات، تاع قافص الحيوانات، اشتراهم موجودين، غير ربي راه داري. حنايا اليوم جينا نردوا على ناس اللي يشكوا في الوطنية، شنا كويسي كيفاش البارح عوار قال لهم ما غاديش يجي راه يقرا لفرنسا، وزاد فانيك ذاك عجالي، محسوب عجالي، عجالي انا راه يدير كيماك، عجالي راه يحوس على منصب هذو كيقرسوا الطريق لزاتشي، تما لعب لهنا اللعاب تاعك، ما تبقاش تروح تجيب لي هذوكم يقراوا لفرنسا للجزائر دوزيام شوا، وش عامل خطره ضربوكم بالصبعه، وش عامل خطره المغتربين ضربوكم، اللاعبين المغتربين ضربوكم بالصبعه، شنا بن طالب جا مولا 19 عام، شنا ادم لوناس مولا 18 عام، شنا بنزيه، شنا زفان، شنا ماندي، شنا بزاف لعابه، كيفاش هادو كانوا يقارعوا لفرنسا كيما راهو قالوا لا مين نحسوا باللي المستوى تاعهم ما كاش، حنا فرنسا، حنا الالمان ديناها 120 دقيقه، حنا لافريك كنا نربحوها بالسبعه سبعه ثمانيه ما كانتش عاجبتكم، انتوما فتنا دوزيام تور قلتو ماشي انجاز، فتنا دوزيام تور قلتو ماشي انجاز، انتوما بيعجبوكم هادو ما يعجبوكمش، انتوما يبانو لكم باللي محرز ماشي لعاب، ابراهيمي ماشي لعاب، غلام ماشي لعاب، ولا كي غلام فانيك مولا 22 عام جا الجزائر، فانيك كان يقارع على فرنسا، ابراهيمي كان يقرا على فرنسا، في غولي تهرب من فرنسا في طول يلعب في الجزائر، تهرب لاسبانيا خاطش لا عرب لي ضغوطات، شنا كي غولام كيفاش داروا له، غولام لعب كوب دافريك مسكين، مي طلع لسانتيتيا داروه مع الرادي بغاو يدقدقوه، بصح مين لعاب لعاب عاود ولا وراح وخلاهم باش ندخل مليح في لسانكم، نتوما ناس ما تبغوش الصح. ذاك عجالي، يا عجالي لا بيت عجالي على بالك بلي عين مليله دارت الغلطه تاع العمر تاعها مي جابتك تا اونترينير، بصح انا على بالي شكون يحطك فمك وعطاك ربعه تاع الجواره الزيرو، حطك فم وعطاك ربعه تاع الجواره تاوعو حطهم فمك، انا على بالي، انا على بالي شكون يحطك فمك، انت تتكلم تقول لهم بلي فرنسا مخلينا دوزيام، فرنسا برومي شوا، الجزائر دوزيام شوا، راهم بينوا لكم علاش هذه الجهويه، علاش هذه العنصريه، عنصريه هذه ماشي جهويه، هذه عنصريه، هذه عنصريه، على بالك ربي ينتقم منكم ان شاء الله، تلعبوها تبكي، انا تطيح الحديد، الحديد تخرجه، القرابي قرابي تخرج القرابي من عينيك، وما نأمنش فيكم كاع، ما نأمنش فيكم، تبات تشكر في اللاعبين ما نأمنش فيك، خاصنا نعرف باللي راك كيما سيدنا عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فارق ما بين الحق والباطل، الشيطان كي يشوفو يهرب، تكلم على ناس كيما نتوما، خاص كاع عطاونا الأمثلة، ناس كيما نتوما، قال لك يأتون بالحق باش يتكلموا الباطل، حنا كي أنا كي شفت النهار الأول طارزون قال لهم هذو وليداتنا منا، قلت كاينة حاجة موراه، كاينة حاجة موراه،
كويسي راه يفتش دروك القلوب. قال له عوار يقارع لفرنسا، مش باغي يجي الجزائر، يقارع لفرنسا تعيط له، يقارع فرنسا دوزيام شوا الجزائر صايق الاخر راه عنده ربي يقلع لك الغشاء، تشوف لداخل البنادم كي داير قلبه زاتشي كي يسموك كويسي، ربي راه قلع لك الغشاء في تقعد تشوف واش الغاشي كي دايرين في قلوبهم صايق. دروك دورتوها ميزان شكون اللي بيجي شكون اللي ما يجيش، وهذه كلش راكم تنتقموا الماجر، راكم تنتقموا الماجر، راكم تنتقموا الماجر، راكم تخلفوا فصها لصاحبكم ماجر. انا على بالي كي راكم تخدموا، انا واحد من الناس راه على بالي وراني نقول للشعب باللي هذا. انا نهار الاول مي خرجوا علينا ناس، قال لك يا ودي زرتي ناس مليح، حاكم ادى الناس مليح وبالك بي، لا جامي جامي، خاطش هادو قاع يخدموا قاع شاريينهم الاتحاديه قاع شاريه الصحافه، قاع شاريه الصحافه وقاع يخدموا لها وكلش. شوف عجالي كيفاش ولا يضرب، يدير في الجريس الزتشي، يدير في الجريس الزتشي ويبدلوا الراي العام باللي باغينا نكرهوا اللاعبين محترفين. لا باغيين فرنسا ميقراوا لفرنسا، ما كانش فرنسا يجوا الجزائر. قالوا كيما الناس الاولين، شكون الناس الاولين؟ دحلب كان يجيب بالاموال تاعو، ماروك كان يجيب بالاموال تاعو، كريم ماروك نقول لك كلمه، منصوري هذه نعطيها لكم صح. للان راه داس ليبي اللي كان شاريهم كان يجيب دراهمه، كان يجيب دراهمه، بالك ما على بالكمش ليبي اللي كان داسهم، على بالكم باللي مسكين ذاك اللي حصلوا فيه وقال لك لافو تاعو تاع البرازيل اللي مركاو لنا ربحونا 1-0، عبد الله مجادي جاب يلعب، كان يلعب في مونبي، والله ما على بالي البلاد هذيك راحت لي، مونبيلي وقيلا مونبيلي، جاب يلعب هنا في الجزائر. على بالك بلي مين عاود ولا على بالك شحال قلعوا له 83، والله ما على بالي لالين والله ما، بصح من بعد نجيب لكم السنه، بعد نجيب لكم السنه. على بالك بلي شحال قلعوا له في ذاك الوقت، قلعوا له 8 9 ملايين فرون، ماشي انا هدرتها راه مع 9، ونطلب الناس اي في الصحافه، اي محطوطه في الجورنال، اي محطوطه في الجورنال، قريتها وشتها بصح باش نجيب الجورنال نسيت، سمحوا لنا قديم لارشيف الناس كان اللي داسي لارشيف. اما لا 9 ملايين فرون في ذاك الوقت قلعوها له، وجا الجزائر لعب، جا الجزائر، ومين عاود ولا عاقبوه ب 9 ملايين فرون. تتكلموا على ناس وطنيه مال وطنيه ولا الشيطانه؟ تحلب خلى فرنسا باريس سان جيرمان، خلى وجا فوت لارمي تاعو هنا ولعب هنايا وراخر. انتوما تكبرتوا على ليكيب ناسيونال. واحد قال له ما تزيدش تسقيلي كيما ذاك طارسو، قال لهم ما تزيدوش تسقولي اليخاندرو، لا بيت تهضروا على الفساد. اليخاندرو عامين هو حابس زعفان، مي ما بغاش هو فمو قالها، قال لهم عامين ديك ما لعبتهاش زعفت، ما خلونيش نخرج نروح لاوروبا. بزاف لاعبين هنا لي ريفيزاو ليكيب ناسيونال ما بغاوش يلعبوا. نعقلوا واحد كان يلعب جاي يعرض على ليكيب ناسيونال بالتريكو تاع ليكيب، والله لو قلتها ويسمح لي والله غالب، موسى صايب جاب بالتريكو تاع ليكيب جاي تريني بيها، بالكم عاقليني؟ هذه نعقل عليها انا مليح، راني عاقل عليها مليح، وما بغاش يجي يلعب في طعم الاخر كيسموه في طعم جداوي، بالك تعقلوا عليها، كان مع حافظ الدراجي وكلش تطردوه باش عاود ولا باش ندخلكم لي فريسانكم ليكيب ناسيونال كي كان صاري لها معاكم انتوما بهدلتوها. انت تهدر كويسي تهدر، والله لاني والله لك خلعني كويسي، قسما بالله لك خلعني، راك دروك راك تبيع الوطنيه، راك تعطي هذاك 10% واحد 5% 6، قلنا على اصحابك شحال، على اللي قاعدين معاك شحال الوطنيه، خاطر غير قراب لك تشوف لهم قلوبهم بالخف، تشوفوا الوطنيه تاعهم كي دايره. تحوسوا تكرهونا، نكرهوا اللاعبين الجزائريين، تحوسوا نكرهوا لاعبين جزائريين ولاد الجزائر، هذه كرهنا منها وهدرناها وانتقدناكم، وانتقدنا ذاك طارزون، قلنا باللي يا ودي مشي حق عليك هكا كبير، اسكت راهو فينك انتوما، عجالي يدير في الجريس الزاتشي، نكرهو الشعب يولي يكره هاد اللاعبين عوار ويطلقوا في الهضره. عوار ما قال بلي غادي نروح لفرنسا، الناس في الفيسبوك اللي تابعين وفي اليوتيوب اللي تابعين الاتحاديه بلي غادي ما يجيش وبغا يروح لفرنسا، واختار هدر، انا ما شفت عوار هدر، ما شفتهش
ما شفت لا عوار اهدر، انا ما شفت بابا اهدر، ما شفت هو اهدر، انا ما شفت شي، ما شفت شي كاع. راه خدموا لهم كواعتهم. ماكسيم لوبيز هذاك، لوبيز هذاك راه 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 يقارع وين ترسلوا له كواعتو الملف تاعو للفيفا، بيطو يسقموا له كواعتو ويجي يلعب الجزائر. كو يهدر جمال بالماضي بالستاد تاع بليده، ما تدخلوش، ما تدخلوش، لا ما يدخل لا رئيس اتحاديه لا الاعضاء معاه لا والو، واحد ما يدخلش. الشعب يلاقيكم برا يردكم، وانتو تهدروا الفساد ومن فساد. ها وهدروا على ماجر ولده اللي كان يدي 150 مليون في النهد، على ما تهدروش عليها. ولد ماجر اللي كان في النهد يدي 150، ما لعبش دقيقه يدي 150، ها وهدروا عليها. وهذا بشي فساد، على هذه حلال، ما ولد ماجر من يدي دراهم حلال، ها وهدروا عليها. تهضروا على ولاد الجزائر اللي يجوا يشرفوا الجزائر، ما مشي باغيينهم، واللي هنايا ما لعبش دقيقه مشي مشرف الشعره تاعه، مشي مشرفها، يدي 150 من شهر لشهر نورمال. هذيك ما كاش اللي يهدر عليها. الله مشي نقول الله يهديكم، الله يديكم، الله يجيب لكم بلاء ان شاء الله بربي، حاجه اللي تلهوا فيها وما نزيدوش نشوفوكم. هذه اللي يقولها لكم. تحيه الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الابرار، ونهديها لخويا في تيميمون محمد، وفانيك ناس تيميمون كاع كيما داروا، والعربي خويا تاع غردايه حكيم تاع بودواو، وناس ناس المسان، وما ننساش فانيك ناس تاع خميس خشله، وخويا سكيلاتشي صحيتو ربي يحفظكم، وتحيه الجزائر.